وهكذا. المهم المسرحيات دي مسرحية تتفرج عليها هتخليك زي الفوق. يا بتشي اصبري بقى راجل قاعد بيسمعني. معلش ماشي ماشي يا عم الحاج. وهاخد بقى من كلام بدرية وزي معلش. طب ممكن اسألها على حاجة قبل ما تقول؟ هو اسمه يوم الأربع ولا ايه؟ الأربع. الأربع ده اسكندراني برضو. نشربوا الشرباي. الشرباي عندهم كل الشاي. الشاي ايوه انا عارفه الشاي دي اللي عندنا. انا باسكندرانيه عسل واسمع اكبر سلام للاسكندرانيه. من بحري وبنحبه ايوه على الامه بنستنوه ايوه شبك الجمالات وشبكني وازاي نقدر ننسوه من بحري وبنحبه. ما اعرفهاش ايوه مش قادره أيوه. مش عارفاها مش حافظاها. الإمام بنستنوه ماشي بيعلميني ايوه بتاعت العظيم عودة سلطان. ماشي مش حافظاها عارفاها بس مش حافظاها. فيلم رصيف نمرة خمسة ماشي مقدرش اغنيها مش حافظاها. انت يا بنتي ده انا هديكي كورسات العالميه اعمل ايه؟ هديكي كورسات. انت تديكي كورسات في كورسات مش زي المسرحيات. ما انا بقولها بنفس اللغات. الله عشان الثعلب فات وقلب الترابيزات خلاص. طب معلش عشان الناس نسيت احنا بنتكلم في ايه اصلا. لا فاكرين. بصوا بقى هاخد من كلام بدريه في مسرحيات كتير وافلام كوميديه وحاجات كتير مضحكه كمان اتفرج عليها طبعا. وكمان ما تتفرجش ودي نصيحتي الشخصيه على اي حاجه كئيبه مكئبه مؤلمه نهايتها تعيسه محبطه. لان انت حتى لو انت بتتفرج ومستمتع بالحاجات دي وحاسس ان انت بتتفرج على فن راقي وجميل وعلى راسي ومن فوق واحترامي طبعا لكل الافلام اللي اتعملت كده لكن لا اراديا هي بتاثر عليك بشكل سلبي بتحبطك بشكل. لما بتشوف مسلسل حلو ومتصور في حتت حلوه وعلاقات انسانيه جميله ده بيحسن نفسيتك والعكس صحيح. فأرجوك ابعد عن أي حاجة تشوفها في التلفزيون تعملك حالة إحباط. كفاية الأخبار وكفاية العالم أساسا وكفاية اللي بنشوفه بيحصل حوالين العالم وفي كل حتة في العالم. ما يبقاش بقى الدراما كمان أو ما يبقاش حتى الخيال مؤلم حتى الخيال دموي ما يبقاش كده. فحاول تتفرج على الحاجات الإيجابية بس. وكمان يا جماعة